نعم، مع حضرتك العقوبات الأمريكية. تحدثت قبل قليل عن العقوبات الأمريكية على اعتبار أنها ورقة ضغط ضد الحكومات، خاصة ضد حكومة العراق والحكومة الإيرانية. هل هذا يعني أنه من المحتمل أن تتخذ الولايات المتحدة لربما إجراءات على بعض المصارف العراقية، يعني كعقوبات أو اشتراطات وقيود جديدة، خاصة بعد زيارة مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إلى بغداد مؤخرا؟ لا سبب ذلك طبعا. العقوبات هذا سلاح مشهر يعني امريكيا على الدوام في العراق، في لبنان، في سوريا، في ايران، حتى على دول على مستوى دول اوروبيه، على روسيا، على الصين. يعني العقوبات هو السلاح الامريكي الامضى دائما. فطبعا يعني متوقع ذلك، يعني مو فقط على مصارف، يعني على شخصيات، على غيرها. دائما هي العقوبات سلاح سياسي، يعني سلاح سياسي امريكي، ولانه الاقتصاد الامريكي اقتصاد قوي والدولار هو عمله عالميه. لذلك احنا لاحظنا، اذا تلاحظين هسه ما يريد الشعب الموضوع، قمه بريكس الاخيره الدول اللي جايه تحس انه هي هاي سلاح العقوبات الامريكي جاي ياثر على اقتصادياتها وعلى مبادراتها التجاريه، تحاول انه ايجاد حل بديل لقضيه التعامل بالدولار. حتى احنا في العراق اعتقد لو وجدنا سله عملات في تعامل تجارتنا الخارجيه مع ايران، مع تركيا، مع بقيه دول العالم، اعتقد راح نقدر نخفف من قضيه انه احنا مضطرين انه او بالاحرى انه هاي العقوبات الاقتصاديه شئنا ما بينها هي راح تاثر على اقتصادنا، تاثر على وضعنا، تاثر حتى على المواطن العادي. فاعتقد هاي المساله هي مو فقط مؤثره على العراق، بالتاكيد العقوبات سوف تستمر، وهذا السلاح لن يعني تضعه في الغمد امريكا، سوف يبقى مشرا في وجه الدوله. نعم. في اي دوله، يعني اي دوله تريد اخضاعها امريكا سوف يبقى سلاح العقوبات او سلاح يعني اعتماد انه هذه الجهه او هذا المصرف او هذه حتى الجهات السياسيه اتهامها بانها هي ايضا تقوم بغسيل اموال او تهرب عمله الى اخره، كما لاحظنا في لبنان تم هذا الامر. فاعتقد هذه السياسه مستمره، الحل هو ان تكون لنا، انا في وجهه نظري الشخصيه، ان يكون مزيد من تدخل الدوله في شؤون الاقتصاد، في التجاره الخارجيه، والعوده لما يمكن اعتبار رأسمالية الدوله حقيقه لابد من. لكن سيد طالب، لولا ان هناك بعض الاشكالات التي تحدثت عنها الولايات المتحده وهي صحيحه لما رضخت الحكومه لمطالب الولايات المتحده، هذا من جانب. لكن تحدثت في البدايه عن خطأ منهجي من ان الولايات المتحده هي من فرضت العقوبات، لكن هناك الكثير من الدول الاوروبيه ايضا فرضت العقوبات على ايران، وبالتالي هذا هو منطق الدولة القوية. دعني أتحول معك إلى شأن مالي في زاوية أخرى. رئيس الوزراء تحدث قبل أيام عن إجراءات جديدة وآليات ستقسم كما قال ظهر السوق الموازي. ألا تعتقد بأنه إشكالية أو الحل في قضية الدولار يحتاج إلى إرادة جادة من كل الأطراف؟ بالتأكيد طبعا يحتاج إلى إرادة جادة ولا تعاون كل الأطراف مع رئيس الوزراء ومع الحكومة. هذه مو مسألة بسيطة، تصحيح الوضع الاقتصادي، معالجة أزماته، هاي مسألة كبرى هذه. زين، خصوصا احنا في بلد جاي اشوف انه ما بي يعني هو ليس بلد حكومته حكومة مركزية، ليس حكومة الفرد الواحد ولا الحزب الواحد ولا حتى الحزب القائد، حكومة يعني ائتلاف واسع يسميه ترى في إدارة الدولة قوة سياسية، وإحنا لا عندنا مشكلة حتى مع الإقليم، حتى داخليا إحنا عندنا مشاكل مالية. الموضوع مو بسيط، مهمة رئيس وزراء صعبة ومعقدة للغاية، بالتأكيد تحتاج تضافر كل الجهود، كل من لديه هم فعلا يعني حرص على البلد ينبغي أن تضافر هذه الجهود مع مسألة الحكومة لمعالجة أزمة الدولار أو ارتفاع الدولار في السوق الموازية. وأعتقد هذا يحتاج إلى وقت حتى نكون عمليين وصريحين أمام الناس، هذا المسألة مو بسيطة، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى صبر ومزيد من التحمل حتى أنه تثمر هذه السياسة. أنا لو فقط لو سمحت لي، موضوع العقوبات الدولية، نعم اوروبا مش يعني دول مو كل دول اوروبا، دول في الاتحاد الاوروبي شريكه لامريكا في فرض العقوبات سواء على ايران او على سوريا او على اي بلد اخر او حتى على الصين، لكن احنا ما ينبغي ان نعتبر هذا مثل تسميه المجتمع الدولي، يعني اذا الاتحاد الاوروبي اصدر قرار نقول المجتمع الدولي يرفض كذا، هو الحقيقه مو مجتمع دولي، هذا مجتمع غربي، هذا قرارات غربيه، احنا عندنا اكثر من نصف الكره الارضيه المتمثل بالصين وروسيا والهند وبنغلاديش وغيرها، هذا ما
ممثل بهذه القرارات الدولية ولا تشمل عبارة المجتمع الدولي. فأعتقد إحنا إعلامنا ما ينبغي أن يقع فريسة لهذه التصديرات الإعلامية الغربية لتوحينا بأن كل قرار أمريكي كل قرار غربي هو قرار دولي العالم كله مجتمع حوله. الأمر ليس كذلك، وإحنا شفنا الحرب اللي شنوها العراق أيضا شنوها تحت هذا العنوان ودمروا بلدنا تحت هذا العنوان.